مية. هل فصل ده مضروب فصل ده سواعد شكله قدامك ده بيقول اه بيقول اه مش كده؟ معاك زاوية قائمة جبت من الراس عملت عمود على القاعدة هيقسمها لحتتين حصل ضربهم بيساوي شكل الارتفاع ده تربيع مش كده؟ يعني واحد تربيع واحد ترجع كده الكلام مع اعدادي كده مش اعدادي اعدادي الاولانية ثالثة اعدادي بتكلم عليها. تعال نشوف المثال تعال نشوف مثال عشان نطبق في الكلام ده. انا مدي لك ايه دلوقتي؟ مدي لك ايه؟ مستطيل اسمه مصفى اتجاه الحضاره ونقطتين بمكسور. مدي لك نقطه بره بالصفر على كده ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ ممكن عادي نقعد نقطه مستطيل نضرب عليه ممكن ده يبقى مطلوب بس يعني حاجه ادفانس شويه. ها حاجه في واحد قال ايه؟ اه مرر النقطه ايه مستوى عمودي على المستطيل امه. اللي هو قال ده خطوه في اللي انت عاوزاه. خطوه واحده اللي انت عاوزاه تجيب بعد الاثنين يبقى الاول تحسب المستوى العمودي وبعدين تجيب نقطه التقارب وبعدين تجيب دور حقيقي للاثنين. تعال نرسم الاول الخطوه الاولانيه الاساسيه المهمة دلوقتي الجديدة اللي ممكن تبقى جديدة عليك. ازاي بقى نمرر مستوى بنقطة عمودي على المستوى ده؟ يبقى خط الحمار اهو عمودي على المستطيل ده. صح؟ ما هو المستطيل ده يبقى عمودي على المستوى يبقى عمودي على كل فيه بيكون خط الحمار. يبقى في المساقط هتبقى خط ام ده عمودي على خط الحمار. يبقى في المساقط يبانوا ايه؟ متوازيين. عمودين ولا متوازيين؟ متوازيين. فاكرين الجملة الجميلة اللي قلناها؟ ان دول عاملين على بعض في الفراغ لكن في المسقط ايه؟ متوازيين. يبقى من نقطه ايه؟ واهم الموازي. مسقط بس هي مش موازي. في المسقط بس. بس السهم تحطه ازاي بقى؟ عكس. لو هو عامل ايه؟ لو حطيت في نفس الاتجاه يبقى انت بتقول ان هم متوازيين. صح؟ لا انت قلت متوازيين عكس عمودين يبقى تعمل السهم عكس السهم التاني. طيب خط الحضار كده تعرف ولا تزور حته؟ هو خط الحضار زي اي خط عشان نتعرف لازم نعرف ثلاث حاجات مسقط واتجاه الحضار وايه كمان؟ وفتره. يبقى الفاضل عندي ان انا اجيب الفتره بتاع مين؟ بتاع المستقيم اف. اجيبها ازاي؟ ما انا عارف فتره بتاعت مين؟ اخد هي ليها علاقه بالفتره بتاعت المستقيم اف ما دام عاملين على بعض. يبقى اخد فاضل المستقيم ام صح؟ لو لقيتها باثنين يبقى فاضل المستقيم ام بكام؟ بنص خلاص؟ طب يعني هنقيس يعني نضرب ونقسم و لا لا احنا بنعملها بالرسم نعمل المثلث ده على جنب اهو مثلث اهو واعمل العمودي على الطول الحقيقي يقوم يجيب لي الفتره فين بقى الفتره؟ بتاعت المستقيم اف فقط هي الحته دي صح؟ حتى لو واحد فاهم يا جماعه ان دي هي الفقره بتاعت المستقيم اف هترفع كده ما تكسرش. طيب نسبه مش وحشه مش حلوه قوي بس مش وحشه. طيب خدنا المسافه دي هي الفقره عندي ايه ده؟ احطها على المستقيم برضه ده بس ما تسرقش. طب لما احطها يبقى جبت النقطه مصورها ما اتسرقت يا ترى اربعه ولا سته؟ أربعة ولا ستة؟ ما ينفعش ستة؟ لا عشان اتجاه الحضار بتلاقي أي ماشي في الحتة دي بيقل الناحية بيقل في هذا الاتجاه. طب أنا كده جبت المستوى ولا جبت خط الحضارة؟ جبت خط الحضارة. قلنا عملية نفسية تعمل إيه؟ أفقيين. نعمل خطين أفقيين كده واكتب عليهم ماتش كام وماتش كام؟ أربعة وخمسة وأنت جبت المستوى العمودي على إيه؟ العمودي على إيه؟ لو كان المطلوب بقى زي ما زميلتي كانت قالت المطلوب قوي بعد النقطه ايه عن المستطيل ام؟ لو كان ده المطلوب يبقى كده خلاص؟ لا ما تعمل ايه؟ الخطوه اللي جايه بقى تعمل ايه؟ تقاطع المستوى اللي انت جبته ده مع مين؟ مع المستطيل ام تجيب نقطه التقاطع بعد تجيب نقطه التقاطع تجيب بعد النقطه ايه؟ بتكون حاجه بتكون حاجه اللي هو اسمها القياس كله زي ما قلنا بيعتمد على المستقيم عمود على مستوى على مستوى عمود على مستقيم. المثال ده يوضح لك مستوى عمود على مستقيم. طب العكس
الخيمة عاملة على مستوى. هي هي بالظبط، معاك مستوى يعني معاك افقياته، اعمل خط انحراف، خد الفترة بتاعته، استنتج منها الفترة التاني. أنا بلقط الكلام. المستقيم اعمل المسقط وتغذي المسقط بحيث تدور عكس بعض، تحط الفترة الجديدة على المستقيم الجديد. حد يقول إن الحضرة مش هتكلم. فاهم اللي قلته ده؟ أنا يعني بعض الناس الحضرة مش هتكلم غالبا. بقول كلام ملوش علاقة ببعض، بس في بعض الناس ده معايا. مش كده ليه؟ مش كده ليه؟ نخش على الدورات. خش على الدورات. وماله؟ شايف. طيب الدورات لازم يشغل. عرفنا الموضع، اتكلمنا شوية، اتكلمنا شوية عن القياس، مش ناقصة. أنا أتفرج عليه 50 مرة. بالظبط. أنا ما بحبش أشوف البنات والله. أرضى أصلا. أيوه. سيب الموبايل كده. حوالين احد الشات بتاعكم اهو
او بالضبط كده حوالين اتش 5. هل نحن دوران ثابت ولا اتحرك؟ يبقى دوران ايه؟ نفسه. والنقطه بتاعت ايه؟ دورانها نفسها. النقطه اللي عليه دورانها نفسها. طب النقطه اللي مش عليه؟ النقطه اللي مش عليه؟ ها؟ لا 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 امسك المايك. لا امسك المايك. عايز ادور النقطه دي حوالين الخط ده. لما الدوره تيجي كده صح؟ طيب او تيجي كده صح؟ وهي بتدور بترسم ايه؟ دايره. الدايره دي مستواها ايه علاقته بالخط ده؟ عمودي عليه. عمودي عليه. مسقطها الدايره دي يطلع ايه؟ دي الخط ده افق. مستوى العمودي على الافق ده يطلع مسقطه ايه؟ خط عمودي على تاني ركب الدوران ما تركش معاك. خد بالك اللي انا بقول لك ده كمان اكنه مراجعه على اللي انت خدته في العمود. مش بس يا رب مفهوم يعني انت بتدور حوالين الخط ده افق. النقطه دي لما تدور حواليه بتدور على دايره. الدايره ديت مستواها عمودي على الخط ده وده مستوى عمودي على الخط ده وهو ده افقي. يبقى المستوى ده عمودي على الافقي مسقطه كله خط. مستوى العمود على الافقي ده مسقطه كل اللي فيه تيجي على ايه؟ على نفس الخط. يبقى النقطه سواء كانت هنا او كانت هنا على نفس الخط. الاثنين على خط واحد عمودي على محور الدوران. دي اتفهمت ولا مش واضحه قوي؟ دي اتفهمت. ولما تيجي تدور نقطه انت بالحقيقه بتعمل خط عمودي على محور الدوران وتاخد النقطه من الناحيه اللي تحطها الناحيه الثانيه. الخط العمودي على الخط الافقي ده في اسم عندنا في محلها الرسم. في اسم انه بينطبق على خط الانحدار. لوكس. ما خط الانحدار. او مين؟ عمودي على مين؟ عمودي على الافق. يبقى لما تيجي تدور نقطة يبقى اكنك بتعمل خط انحدار عمودي على محور الدوران يمر النقطة اللي انت عايز تدورها وتاخدها تحطها الناحية التانية. يبقى اكنه محل هندسي خط الانحدار ده اكنه بقى محل هندسي لايه؟ لدوران النقطة. آخر حاجة في الألف الدوران قبل ما نخش على مثال المسافة. لما تيجي تدور النقطة دي وعايز تجيبها الناحية التانية هيبقى إيه علاقة المسافة دي بالمسافة دي؟ هي الفراغ ولا في المساقط؟ الفراغ. لأن دي في الفراغ بينما دي في المصر. طب دي في الفراغ تساوي كام؟ ده طول حقيقي بين دي ودي. طب دي هي النقطه المطلوب دورانها. امال دي ايه؟ تقاطع الخط اللي انت عملته عمودي مع محور الدوران. دي نقطه دوران نفسها ودي دو النقطه اللي انت عايز تدورها. هات البعد الحقيقي ماله؟ فات بعد عادي خالص. وبعدين فات البعد ده تحطه الناحيه الثانيه على الخط اللي انت عامله عمودي ده جبت دوران النقطه. ها؟ بعض الناس كده بتزيد دماغها على الفهم وبعض الناس عامله كده يبقى ما بيعملش خلاص. ولا دي في الاشاره ايه؟ يفهم بالنبي. كلام النظر ساعات كان بيطول في ناس ما عندهاش القدره ان هي تسمع كلام كتير وتتكلم في دماغها. نشوف مثال عشان الكلام يوم مثال. الجفن هنا عباره عن ايه؟ الجفن هنا ثلاث نقط او خطين متقاطعين. يا ترى المطلوب ايه؟ المهم خليك تتعود ان انت تقول انت المطلوب. يعني كانك بتالف ايه؟ بتالف مساله. تمام. مهم جدا. لو وصلت لها انت هتعمل لو وصلت لها مساله ممكن ايه؟ ممكن تبقى سؤال كده بتاعتك ومتخصصه في المسيره ان شاء الله عليك يعني تستبق كل حاجه وتالف مسائل. دايما دماغها رايحه لحاجه يعني مليانه. بتقول ممكن يبقى المطلوب بتري هتنجب على المهاجر نفسي مهاجر عشان كله ده حقيقة. بتقول ممكن يبقى المطلوب هو الشكل الحقيقي او فراغي للخطين دول. ممكن حد يبقى في سؤال تاني يرد عليها كده ولا لا؟ في سؤال تاني احسن مباشر حتى من غيره استخدم الدوران. ها مين يقول ها؟ حل السؤال اللي ها؟ قول ده ممكن يبقى المفروض طبعا مستقيم ايه؟ والله ممكن يعني بس مش او الزمن مش سؤال كده
مسلسل سكسي. الزوايا بين المستخدمين. الله جميل. يقول ايه؟ يقول عين قياس الزاوية بين المستخدمين. قد بريس. اه ده سؤال جميل وما تنعملش الا باللي احنا شرحناه شوية طبعا. معاك مستخدمين في الفراغ عايز تجيب زاوية بينهم. لازم بقى تتقلهم بشكل حقيقي وبعد كده تقيس الزاوية بس ده هدف فعلا هدف سامي قوي يعني هدف جميل. هدف جميل. معرفش في حد لازم يسامي ولا لا. طيب ده فعلا السؤال اللي انا اخترته عايز شايف الزاويه بين الخطين دول نعمل ايه بقى عشان نقيس الزاويه نجيب الشكل بتاعي في الدوران وبعد كده نبقى نقيس الزاويه تعالى نشوف هندور ازاي اولا الحاجات اللي انت هتدورها هقول لك مصاعد ثلاث نقط موجودين مصاعد بس لو كانوا اربع نقط كنت تقول يا ترى واقعين في مصاعد ولا لا بس بما انهم ثلاث نقط يبقى لازم يبقوا واعيين يا باشمهندسات ها؟ لازم يبقوا واعيين في مستوى واحد طيب خلاص عرفنا ان احنا هندور في المستوى ده بتاعهم اللي بنجمعهم هندور حوالين ايه؟ يا ترى خط اي بي ولا اي سي؟ ها؟ افقي اه برافو عليك مش عارف ايه شرط بعض الصنم يعني اه يعني حاجه افقيه لكن ما ينفعش ادور حوالين لا اي بي ولا اي سي ليه؟ ليه؟ عشان تيجي تشوف الافقيه، احنا اتفقنا ان محور الدوران لازم يبقى افقي، ليه لازم يبقى افقي؟ عشان الدوران هو يبقى نفسه هيبقى حقيقي، ازاي واقع ايه؟ هيبقى حقيقي وما اتحركش من مكانه الا اذا كان هو اصلا حقيقي، عشان كده لازم ندور حوالين خط ايه؟ خط افقي. في خط افقي هنا؟ لا، تعرف تعمل؟ لازم تضغط على كتير دي، يوجد خط افقي كتير في الامثله اللي فاتت. مين فكرني كده زي دي خط افقي هنا؟ جماعة فوق انا ممكن اختار منهم واحد في حل المسألة دي واقول يلا تعالى اهو عمرو كامل كامل ولا كمال كامل مشي مين؟ فين عمرو ده؟ يا جميل ده انا اصطدم واحد بس دي بعد لك لكن نشوف الأمثلة وعيد الأمثلة. ده رقم خمسة أهو. أه جميل. حسام مشاهد حسام مشاهد بطريقة ما شاء الله قول يا حسام ها انت كان حساب كام عندك يا حسام؟ انا نقله يا باشا قول يا ابني انت حساب كام في الامثله اللي فاتت ده؟ انا نقل هو مش انت برضه حسام كام طه؟ افتكر لك حسام مش طه اه يعني انت حاجه ده؟ لا بنفسك؟ نعم الله يهديك سبتلك طيب قلنا الكلام ده كتير قلنا ندور خد بالك انا حطيتك هنا ما تحطهاش هنا قلنا ندور اعلى المستقيمات عشان نجيب منسوب يساوي المنسوب بتاع موقف سي فالرقم ايه دي عشان اجيب نقطة منسوبة ثلاثة اعمل ايه بقى؟ اوصل نقطة منسوبة ثلاثة في موقف شيء صح ده ايه دلوقتي؟ افقي خط افقي خط افقي اسمه ايه؟ ثلاثة مش ثلاثة ينفع تدور حواليه؟ طبعا ينفع تدور حواليه دور يابا حواليه طيب نقطة سي كده نفسها ايه؟ ان هو على محور الدوران يبقى سي دورانها نفسها طب نقطة ثلاثة النقطة دي دورانها ايه؟ نفسها يبقى خط ايه دي؟ خط ايه دي عرفت ان دوران كان نقط عليه كده؟ فعلا في ناس بتتخيل ايه دي يعني ايه ودي بس اللي في النص ده هوا هوا مش موجود لا ما اللي في النص ده نقط دي على المستقيم لو دورت منه النقطه كانت دورت النقطه في المستقيم يبقى انا كده عرفت دوران كان نقط على ايه دي؟ واحد ليه مين؟ ليه هي النقطه الثلاثه دي دورانها نفسها؟ يعني كده دورت نقطتين في المستوى فاضل تدور نقطه ثالثة في المستوى عشان يبقى المستوى كله ضار. دورت المستوى كله. طيب هدور مين بقى؟ هدور نقطة ايه؟ عشان ندورها نعمل ايه؟ أول حاجة نعمل خط عمودي على محور الدوران. الخط العمودي ده هيقطع من الدوران في نقطة هنا لو سميتها اتش. تبقى منصوبة كانت اتش دي. ثلاثة. دورانها هي نفسها. دورانها نفسها. النوع على محور الدوران طب المسافه بين ايه
واتش في الدوران هو حقيقي ولا مش حقيقي؟ حقيقي. حقيقي بكام؟ بالطول الحقيقي بين ايه واتش؟ بالطول الحقيقي بين ايه واتش؟ يعني المسافه اللي هتحطها هنا هي المسافه اللي هتبقى بين ايه دوران واتش دوران يعني حقيقيه. صح؟ يبقى لازم تساوي ايه اتش الحقيقي؟ ايه اتش الحقيقي كام؟ مثلث. هل فرق بعد؟ هل فرق بعد؟ هل فرق بعد بين ايه وبين اتش ازاي؟ يعني معمول هنا؟ قال يا ابني ما خدناش بقى قاعده. مفيش حد يقول مش كده اصلا خالص. الايه هنا نعمل عمودي، العمودي ده يبقى طوله كام؟ اثنين موصل كده يبقى ده ايه؟ يبقى ده ايه ده؟ طول حقيقي هو اتش، اعمل ايه بقى طول حقيقي دوت؟ هاخد احط الناحيه الثانيه. يبقى جبت مين دلوقتي؟ جبت ايه؟ دوران. طب لما جبت ايه دوران؟ يبقى جبت كام دوران في المستوى؟ كم ممكن تبقى دوران؟ ثلاثة. ثلاثة. أوصل بقى إكسي وأوصل إيه بنقطة الثلاثة اللي هي واقعة على إيه دي؟ يبقى أنا دورت إيه دي؟ دورت إيه دي بس ما دورتوش بـ إيه وبي؟ لا أنا دورته بـ إيه وثلاثة. نقطتين على خط أدورهم ولا أدورهم الخط كله؟ مشكلة ولا إيه؟ طيب يبقى فين المطلوب بقى؟ الزاوية دي. إذا كان المطلوب بشكل حقيقي أهو قدامك. لو كان مطلوب الزاوية قيس الزاوية دي وقول هو ده المطلوب وخلاص. قول ده المطلوب وخلاص. طيب سمعنا عن حاجة اسمها التآلف؟ سمعنا عنه؟ ايه التآلف ده؟ ايه يا عمود ده؟ عامل تاني اسمها ايه؟ اتنين ايه؟ يعني عايز تجيب دوران نقطة؟ لا لا ده غلط. فين التآلف ده؟ التآلف ان انت يبقى عندك دوران عندك نقطة عايز تجيب دوران من غير ما تجيب طول حقيقي ومن غير ما تعمل الكلام ده. ازاي؟ ممكن نسكت بقى عشان نخلص السؤال دي والسؤال اللي بعدها؟ السؤال دي خلاص انا كده وصلت؟ السؤال دي واحدة خلاص. وانت اقول بس كده مع نفسك بس نفسك دوران نقطة دي لو انا طالب منك دور نقطة دي ببساطة شديدة جدا بمبدأ اسمه التآلف هو وصلها بإيه؟ ارفع بقى الجملتين دول في نقطة عايز تدورها اسمها ايه؟ دورها بنقطة وصلها بنقطة وريت انت وضعها كده ايه دي؟ خليك معايا ليه؟ هدورها بنقطة وإيه لو وقعت كده ليا مين؟ ليا إيه؟ جبت خط اللي أنت شايف إن هو إيه؟ لون أحمر ده. الخط اللي لون أحمر ده. تعرف عليه كم نقطة بدون دوران؟ اثنين. واحدة. ولا اثنين؟ اثنين. اثنين. اللي قال واحدة يقصد نقطة إيه؟ واللي قال اثنين يقصد النقطة اللي على حوار الدوران. يبقى كده يعرف عليها اثنين. طب لو وصلت ليهم في الدوران يبقى انت جبت دوران الخط الاحمر صح؟ اللي هو بقى لونه ايه؟ اخضر يعني الخط الاخضر ده هو دوران الخط الاحمر. طب ما الخط الاحمر بيمر بنقطه دي يبقى الخط الاخضر يمر بيه دوران يمر بيه دوران تبقى بجاحه انك تتكلم ووصلت وتستمر في الكلام ودي اسمها بجاحه. ما سمعتش الكلمة ده قبل كده دكتور. طيب دكتور فاضل ايه عشان اجيب دي دوران؟ جاوب على امي السؤال. انزل بعمودي بين دي اللي عندك عمود الاحمر والدوران ده الخط الاخضر ده يبقى دي نقطة ايه؟ نقطة دي دوران. يبقى انا كده دورت نقطة من غير ما اعمل مثلث فرق بعد ولا حاجة ده انا دورتها بالتآلف مع نقطة اوريدي معمولة في الدوران. اخر سلايد دلوقتي خمس دقايق دكتور. طب ليه سؤال؟ اخر سؤال خمس دقايق. بقول لك ايه بس رد السطور يوم على امك كانت بتاخد هنا مكعب ومنشور ورا. مش هنعيد نفس الكلام اللي اتقالك هناك مش هنعيده احنا هناخد مثال واحد عشان تفهم الفرق بين الاثنين. المثال ده بيقول ايه؟ بقول لك نفس المنشور. المنشور ده ثلاثي قائم
تتفاعل مع بعض. نديلك منه ايه؟ نديلك القاعدة كلها. القاعدة كلها مثلث اسمه اي بي سي. انا حاسس ان هو امتحان اخر المحاضرة. فبنحب ما نشوف قائم يبقى الاحرف ايه علاقتها بمستوى القاعدة؟ عمودية عليها. ايه علاقتها؟ عمودية. يبقى الاحرف عمودية على مستوى القاعدة. طب انا اديتك القاعدة. تعال نعمل اول خط للنقطة وليكن مثلا نقطة سي مثلا هنعمل عمودي على مستوى القاعدة عشان نبقى عمودي على مستوى القاعدة قلنا دي كانت بتدرس في القياس ازاي تدرس عمودي على مستوى عشان يبقى مستقيم عمودي على مستوى يبقى خط الضرب ده اهو عمودي على خط الضرب بتاع المستوى اللي قدامنا ده عمودي على مستقيم اللي انا عايز اجيبه في الفراغ وفي المساقط متوازيين والفترات بتاعتهم حصل ضربهم في سبب واحد واتجاه ضربه عكس بعضه هو ده اللي احنا قلناه قبل كده جبنا المستوى جبنا مفقودين فيه رسمت عمود عليهم عشان يبقى ده خط الانحدار لو انا عارف اقفل من س عمود على هذا المستوى اعمل ايه؟ ترسم موازي خط الانحدار ده بس انا هعمل هنا من ايه؟ بلاش من س من ايه؟ رسمت خط موازي خط الانحدار بس الاتجاه ايه؟ الاتجاه العكس الاتجاه العكس طب بعدين عايزين نجيب الفتره قيس بقى الفتره واطلع بدلتا زد مستوى واحد واسمع مني كده عشان تجيب الفتره بتاعي المستقيم ده هو الفتره دي معنى بيها ايه؟ الفتره دي حطها هنا لما تحطها هنا يبقى الرقم دي منصوبها كام؟ كام؟ لو خدت الفتره دي وحطيتها هنا يبقى الرقم دي منصوبها كام؟ ستة سبعة؟ ستة ستة مش كده؟ طيب الناس اللي مش مركزين خلاص الاسبوع الجاي هتقولوها واسبوع السنه الجايه جدا 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 ان شاء الله موعدنا الاثنين الجاي على طول بعد اسبوع على 7 ايام هنقعد على ان شاء الله